أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من بحث إعجاز القرآن، وما دمنا بصدد النبوة الخاصة فلا بد أن نشير إلى المعجزات الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك آيات في القرآن الكريم تشير إلى أن المشركين كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الأمور، وكلما كان يأتيهم رسول بآية وبسورة وببيان حقيقة، ويأتي بجانب من إعجاز القرآن بلاغة أو حقيقة علمية أو معرفة حق أو إخبارا عن الغيب، مع ذلك ما كان يأثر فيهم فيطلبون شيئا جديدا. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون القرآن قد نزل على رجل له مال كثير، وبما أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان فقيرا ويتيما، ونتيجة لذلك طلبوا منه أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. فنجد اقتراحهم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كما طلبوا منه في مناسبة أخرى أن يفجر لهم ينبوعا من الأرض وتكون له جنة فيها نخيل وعنب وما شكل ذلك، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. طيب إذا ما تقوم بهذه الأشياء، ما تفجر لنا ينبوع، ما عندك بستان، ما عندك نخيل وعنب، ما تنزل الأرض كسف علينا، السماء كسف علينا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، يكون قصر ضخم عندك، وبعدين أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. زين، هذه الأمور تشهد أنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمورا، وبعدين تصعد إلى السماء ومن تنزل تجيب لنا شيء مكتوب مطبوع على ورق مدون. أما اليوم تقرأ لك 5 آيات، بعد يومين تقرأ لك 10 آيات، بعد إذا تقرأ السورة، وهكذا. شوف، كلها تشير إلى أن ذهنهم كان مشبع بالجانب المادي. ولما يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني رجل له ثروة، إلى مقام مالي، يعني معروف بأنه من أثرياء البلد وما شكل ذلك. زين، الله تبارك وتعالى يأمر الرسول بأن يقول: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني هذه الأمور التي تقترحونها لا تستطيعوا أني فوق القدرة البشرية، بمعنى أنه أنا الخالق، صحيح أنا مستند إلى صاحب القدرة المطلقة، أنا مستند ومبعوث من الخالق، أنا مرسل وموفد من قبل صاحب القدرة المطلقة والعلم المطلق والمشيئة الكاملة والكمال اللامتناهي، هذا صحيح، لكن مو أنا ذاك
الشخص أو ذلك الوجود الذي أملك القدرة المطلقة. فلذلك سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا بشر مثلكم، لكن أمتاز عنكم بأني مدعوم من قبل الله تبارك وتعالى، مؤيد ومسدد، أحمل الرسالة. طبيعة لذلك هذا الإمداد الغيبي يمدني. واقترحوا عليه أيضا في مناسبة أخرى، لولا أنزل عليه آية من ربه، أريد فد علامة من السماء، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهناك أيضا حالات كانوا يقترحون عليه أن من ينزل يكون ملك وياه، والملك يمشي وياه، والملك يلمسه وما شاكل ذلك، وبعدين يتحدثون معه وحتى يثبت أنه جاي من السماء وجاي وحي. طبعا ليس كونه من السماء معنى ذلك أنه هو صعد، طبعا المعراج حق، لكن ليس كل آية بمعنى أنه هو يصعد لأسانسير مثلا إلى طبقات عليا وبعدين يتناولنا من الرفوف العليا شيء وينزل وبعدين يجي فد ملك يمشي وياه، جبرائيل مثلا أو إسرافيل أو ميكائيل مثلا. لا، ليس الموضوع بهذه الدرجة. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وبعدين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، هذه مناسبة أخرى. وبعدين اعترضوا عليه، زين إذا كان هو رسول من قبل الله تبارك وتعالى ليش يمشي وليش يأكل وليش ينام وليش يمشي في الأسواق؟ هاي الأمور تصدر من عنده، زين يعني يأكل ويمشي في الأسواق، مع ذلك أنه شلون النبي هذا اللي يأكل وبعدين طبعا بطبيعة الحال يضطر أنه يروح للتواليت، فشلون هذا النبي؟ ما يصير. زين وبعدين يبيع ويشتري ويهتم بالأمور الدنيوية وما شكل ذلك. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، ما يصير وحده، يكون واحد وياه وهذا ملك، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وبعدين لأنه هذه الأمور ما متحققة، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذه كانت كلها اقتراحات من قبلهم. الله تبارك وتعالى يجيبهم على ذلك كله بأن أمر إرسال المعجزات وإظهار المعجزات على يد الرسول هذا أمر بيد الله تبارك وتعالى، وليس بمعنى أنه شو وقت الناس بالله اشتهى عقلهم أنه أكو فد معجزة تظهر حتما. ليش؟ لأن المقدار الضروري هو أنه لما يدعي أنه مرسل وصاحب رسالة ويحمل دين جديد وهو سفير من قبل الله تبارك وتعالى، لما يقوم بعملية كهذه يحتاج إلى إثبات. إثبات كيف يكون؟ معجزة، المعجزة قد تكون مؤقتة قد تكون خالدة، هذا المقدار كافي. أما أنه متى ما اقترح عليه كلسة، نفس الشيء بالنسبة إلى معجزات عيسى عليه السلام، إحنا نجد أنه الله تبارك وتعالى يتكلم عن عيسى بأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص أو كان يحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، لكن هل يا ترى كان هذا شغله أن الله تبارك وتعالى يبعث عزرائيل يقبض الأرواح ويجي عيسى ومرة ثانية يعيد الأرواح؟ هذا ثاني شكل بين الإيجاب والسلب بين الأخذ والرد، هذا هو عيسى ما كان عنده كل شغل إلا أنه يسوي العمل المضاد، ها الحملة المضادة اللي حملات عزرائيل عليه السلام. عزرائيل بأمر الله تبارك وتعالى يقبض الأرواح، وعيسى بأمر الله تبارك وتعالى يعيد الأرواح إلى الأجسام، كان الشكل لا. يعني طبيعة المعجزة أنها تكون طريق لإثبات صدق الدعوة، تحدث مرة مرتين خمس مرات أربع مرات ما يخالف، أما أن في القضية مستمرة هذه تكون كذلك المعجزات على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين أكو نقطة لا تنساها، أن القرآن يشير إلى حقيقة فوق هذه. هذا بشر ويمشي في الأسواق ويتعامل مع الناس على أسس إنسانية بشرية، إذا كان دائما يتعامل مع القضايا بالأسلوب غير الطبيعي وفوق المادي وما وراء المادي، يقولون شنو؟ سحر مستمر. ولذلك فيما يتعلق بشق القمر، وشق القمر من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصرح القرآن بذلك، اقتربت الساعة
وانشق القمر، هذا القمر الذي نشاهده في السماء يضيء ليلا انشق، وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. مرة هم يعترضون على النبي، ليش ما تجيب لنا فلان علامة وفلان آية وفلان معجزة فلان قضية، ومرة لما يأتيهم بمعجزة مثل هذه ها يقول لك لا هذا انت ترى سحر، هذا شوف انت هاي الاعمال كلها جاي تسويها لان انا ما اقدر اسويها وما اقدر افهمها وما اقدر اتهضمها، فاذا ما اقدر ابدا اتقبلها، لذلك اسميها شنو؟ اسميها سحر. شوف شنو ابتلينا بيكم، حرنا ما نوديكم معجزات تظلون تحججون، نودي معجزة تقولون سحر، ها ابتلينا وياكم. ونجد في آية أخرى، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله، ما نقبل هذا، جيب لنا فتشي مثل ما عيسى كان يسوي، جيب لنا فتشي مثل ما موسى كان يسوي. يا أبي هذه الأمور ليست اقتراحية وليست بالشكل الذي تطلبونه، ولا نحب أن نطيل في هذا البحث كثيرا، وإنما نلخصه في أمور خمسة فقط لنقول إن المعجزة التي تكون غير القرآن، المعجزات بشكل عام يجب أن تخضع لهذا الإطار العام. فنتحدث عن سائر المعجزات. أولا نقول لا دلالة للقرآن على نفي المعجزات الأخرى، لأنه وجد من يقول بأن القرآن يثبت إعجاز القرآن فقط وينفي وجود معجزات أخرى. بالتحقيق والتأمل والدقة نجد أن المسألة ليست كذلك، وإنما لا دلالة على آية القرآنية أبدا على نفي المعجزات الأخرى أولا. النقطة الثانية التي يشير إليه القرآن من خلال مجموعة من الآيات بعد التحقيق والمتابعة والدقة، نجد أن إقامة المعجزة ليست أمرا اختياريا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أمر ذلك إلى الله وبيد الله تبارك وتعالى. والنتيجة الثالثة التي نستخلصها من بحث الإعجاز خصوصا في إعجاز الأمور الأخرى غير الإعجاز القرآني، أن اللازم هو ما يتوقف عليه التصديق، يعني المقدار اللازم في دعوى النبوة هو إقامة المعجزة التي تتم بها الحجة ويتوقف عليها التصديق، لأن المقدار اللي يثبت أن هذا النبي المدعي لهذه السفارة الإلهية صادق في دعواه، هل المقدار كافي؟ هذا المقدار لازم، هذا المقدار هو الذي تتوقف عليه الرسالة، فالمقدار الزائد على ذلك لا يجب على الله إظهاره ولا تجب على النبي الإجابة إليه. فإذا كون عندك قصر، عندك بيت من زخرف ويأتي ملك وياك يمشي، هذه الأمور ليست مما يتوقف عليها التصديق برسالة النبي، والمقدار الذي يتوقف عليه التصديق جاء به القرآن، ما عدا ذلك وما زاد على ذلك ليس من الضروري على الله تبارك وتعالى أن يجيبهم على ذلك، ولا على الرسول أن يجيبهم على ذلك، وإلا طلبات الناس ما تنتهي، مقترحات ما تنتهي، ها؟ وإذا النبي يكون يترك كل عمل الرسالي ويجي يقعد فقط يقولوا له إيش حدك تسوي فلان شيء يسوي، وإيش حدك تسوي فلان شيء، ويقترحون عليه القضية الفلانية والقضية الفلانية، وهذه لا تنتهي لأن مطالب الناس لا تنتهي. واحد يقول له سوي لي هاي الأرض كلها ذهب، الشخص الآخر يقول لي أنا وقاعد كون أشوف الكرسي يتحرك من تحتي ويشيلني مثل بساط سليمان، والآخر يقول أنا ما عندي طفل وما عندي زوجة كون يصير عندي 4 زوجات و35 طفل في آن واحد مثلا. ما تنتهي طلبات الناس وحاجاتهم مقترحات ما تنتهي. زين، هل يجب على الله تبارك وتعالى إجابتهم إلى ذلك؟ لا ضرورة لذلك. ثم هناك مسألة نستنتجها من مجموع الأبحاث القرآنية، وهي أن كل معجزة فيها هلاك الأمة ممنوعة في هذه الأمة، لأن
كل ما فيه تعذيب هذه الأمة وهلاك الأمة. حتى ولو اقترح أفراد الأمة ذلك لا ضرورة لإجابتهم، سواء كان الاقتراح من الجميع أو من البعض. طبعا عندنا سأل سائل بعذاب واقع ها إلى آخره، ولكن إنما كان للشخص الذي تحدى وللشخص الذي طلب، قال إذا أنت صادق ها وإذا أنت كذا فأنزل علينا صاعقة من السماء وما أدري شنو إلى آخره، فنجد أن المسألة من الشدة ومن القسوة من جانبه، بمكان أنه لا يرضى بالرسالة ويتحدى صاحب الرسالة، إذا كنت صادق فأنزل علينا عذاب، أنزل علينا كذا، فنزل عذاب. أما المعجزة التي يكون فيها هلاك الأمة، زين، في الأمة الإسلامية لا يوجد، لا توجد. في الأمم الأخرى نجد نظائر لذلك، مثلا بالنسبة إلى ناقة صالح، الله تبارك وتعالى يقول اتركوا هذه الناقة وشأنها، لما تشرب لا تزاحموها، اكو حصة معينة لكم، حصة معينة للناقة. طبعا الناقة خرجت من الجبل الى اخره، المعجزة اللي كانت لنبي من انبياء الله اسمه صالح، والله تبارك وتعالى امرهم بذلك، ولكنهم اقدموا على الناقة فعقروها، زين، والقرآن يقول فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ويقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد، الأمة أمة ثمود والنبي صالح، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. تتمت الخطبة، وطبعا لسنا بصدد التتمة وإنما إشارة إلى هذه النقطة، أن تلك الأمة كلها أصيبت وعمهم العذاب. لماذا؟ عموه بالرضا، وافقوه على عمله. هذا كان ممكن أن يكون في أمة من الأمم السابقة، لكن في هذه الأمة، في الأمة الإسلامية بالخصوص، هذا المعنى غير وارد. والمعجزة التي يكون فيها هلاك الأمة كلها وتعذيبها لا يسوغ إقامتها باقتراح الأمة، سواء كان الاقتراح من الجميع أم من البعض. وأخيرا النقطة التي نستخلصها من أبحاث الإعجاز والمقارنة بين إعجاز القرآن وسائر المعجزات، أن المعجزة الخالدة هي القرآن الكريم، المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي تحدى بها جميع الأمم إلى يوم القيامة، جميع الأمم إلى يوم القيامة، لذلك سميناها المعجزة الخالدة. كل الأمم إلى يوم القيامة في مقام تحدي، يعني الله تبارك وتعالى يتحداهم إن كانوا قادرين على الإتيان بمثله، فهو الكتاب المنزل. أما سائر المعجزات فهي وإن كثرت، معجزة شق القمر، معجزة تصبيح الحصى بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، شجرة تنقلع وتأتي إليه وتسلم، ترجع إلى مكانها، تنقسم نصفين، يرجع نصف ويبقى نصف، وهذه صحيح هي معجزة وتشارك معجزات بقية الأنبياء، ولكنها ليست خالدة وليست معجزة باقية، وإنما فيها الجانب الخاص للحالة التي كانوا عليها. إذن هذا حديثنا عن الإعجاز، وجوه الإعجاز القرآني، وأخيرا حديثنا عن سائر المعجزات. الآن ننتقل
إلى بحث آخر يتعلق بالنبوة الخاصة والقرآن الكريم، وهو بحث قدم القرآن وحدوثه. في الحقيقة سماها البعض محنة خلق القرآن، وسماها البعض الآخر فتنة الخلق، وهي في الحقيقة كانت محنة عظيمة جدا. وقبل أن نرجع إلى تفاصيل الموضوع، نقف قليلا عند أصل الفكرة. هذا هو المصحف الذي بين أيدينا، وعلى سبيل المثال نقرأه ونتلوه أمامنا. هو كلام الله. بما أن كلام الله صفة لله تبارك وتعالى، فصفة الله تبارك وتعالى يجب أن تكون ماذا؟ قديمة. هذا التصور اللي حصل عند كثير من الناس. وهنا نقول، وقبل أن نأتي إلى بحث الإمامة لنبرهن هناك، أن منطق حسبنا كتاب الله ليس منطقا صحيحا. بعد ارتحال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، ليس من العدل أن تقول بأنه حسبنا كتاب الله وإحنا نرجع إلى كل شيء في كتاب الله ونهتفي به. لم تأتي إلى مسائل اعتقادية وتفاصيل لمجملات ذكر القرآن الكريم، ذكرها بإيجاز وذكرها باختصار، التوسع بها وبيان أبعاد مختلفة. هذا ممن يجب أن يصدر؟ يجب أن يصدر من معلم للقرآن. معلم القرآن هو الذي قرنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، فقال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هناك منطقان، منطق يقول حسبنا كتاب الله، ومنطق يقول الكتاب والعترة. منطق يقول القرآن فقط ولا غير، ومنطق آخر يقول ألقى القرآن ومتى ما احتجنا إلى فهمه وإلى بيانه وتفصيله نحتاج إلى العترة. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما كليهما. طيب، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا المعنى وحديث الثقلين وآية الآيات اللي تؤدي وتشير إلى هذا المعنى، إما إجمالا أو تفصيلا سنتناولها في بحث الإمامة إن شاء الله. لكن ما دمنا بصدد معالجة مسألة القدم والحدوث للقرآن، قسم من علماء المسلمين أشبعت ذهنيتهم بالأبحاث القرآنية وفهم، لكنه وصلوا إلى طريق مسدود، فراحوا يحللون القضايا بتفكيرهم الخاص. قالوا القرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله، وبما أن صفة الله تكون لذاته، فإذا الذات القديمة لا يمكن أن تكون محلا لصفة حادثة. ولهذا قالوا بأن القرآن قديم لأنه كلام الله وهو لا يمكن أن يكون حادثا. هذا الفكر بلغ في مراحل من الإفراط إلى درجة قال بعض المؤمنين أو بعض المسلمين التابعين لهذا المذهب بأنه حتى الورق والغلاف قديمان. وهذا بعيد جدا. يعني إذا نقرأ فكر أحمد بن حنبل يصر على أنه حتى الورق، طبعا مو هو وإنما
كثير من الحنابلة، ولعل فيه جذور من أقواله. يقول حتى هذا القرآن وهذا المصحف اللي بيدك، الورق والحبر الذي فيه والغلاف وكل المادة التي تصنع هذا المصحف، هو هذا أيضا نبي. وطبعا هذا واضح أنه ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الإفراط في كل شيء يخرجه عن حد الاعتدال، ويضطر الإنسان إلى أن ينسى الحقيقة ويباعد ويجانب الحقيقة. نحن نعلم بأن هذا الورق مصنوع في المعمل، كان لوحات خشبية، هذه اللوحات الخشبية قطعت من الأشجار وبعدين ودوها للمعمل وقطعوها وصنعوا منها عجين معين، وهذا العجين المعين بعدين صبوه بشكل أوراق في قياسات مختلفة والسمك معين، ورق 60 غرام، ورق 70 غرام، ورق 100 غرام، ورق 200 غرام، صقيل غير صقيل، والغلاف كذلك، والحبر مبين أنه مصنوع من أي شيء ومضاف إلى أي شيء، وبعدين لما يجي بالمطبعة ويلصق به يعني هذه الأشكال اللي نسميها الكتابة والحروف والأسطر، هذا أيضا حادث. فالورق مصنوع والغلاف مصنوع. لكن لاحظ الجمود على فكرة معينة. يجي واحد يقول لك بأنه أنا ما أفهم، أفهم أن هذا قرآن لو مو قرآن، نعم هذا قرآن. القرآن كلام الله لولا، نعم كلام الله. إذا كان كلام الله صفة الله، الله تبارك وتعالى قديم أزلي، إذا صفته يجب أن تكون أزلية وقديمة، إذا هذا قديم أزلي. وهذا مثل ما قلنا إفراط وليس مقبولا أبدا. في قبال ذلك وجد مذهب آخر يقول بأن القرآن حادث، ومعنى كونه حادثا أنه ليس قديما، لأن القدم والأزلية والأبدية إنما هي لواجب الوجود لذاته، والقرآن ليس كذلك، لأنه يعتمد على أصوات وحروف، والأصوات والحروف، ولاحظوا وجه التحليل عندهم، والأصوات والحروف والمقاطع إنما هي مقترنة بالمقاطع الصوتية والزمان والمكان. آيات نزلت في مكة، آيات نزلت في المدينة المنورة، ثم في الليل في النهار، الارتباط بالزمان والمكان والمقاطع والفواصل والمقاطع الصوتية، هذا كله يجعل الشيء ماذا؟ يجعل الشيء عارضا عرضا وليس واجب الوجود لذاته. إذا كان كذلك فهو شنو؟ حادث. وهذا النزاع بين هؤلاء يقولون القرآن قديم وهؤلاء يقولون القرآن حادث وصل إلى درجة بحيث صار عدد كبير من المسلمين يكفرون عددا آخر. وهذه محنة في الحقيقة، يعني أنت إذا ما وجدت المسلم أو الإنسان الذي يوافقك في العقيدة ويتفق معك في الرأي تنسب إلى الكفر لمجرد أنه ما وافقك في العقيدة، وهذا نوع من يعني في الحقيقة الورع وخوف الله تبارك وتعالى، والإيمان يمنع من ذلك. ما عندك أنت مجوز أبدا لمجرد أن رأيت ناس من المسلمين يأتون للحج ويمارسون شعائر معينة ترميهم بالشرك، ترميهم بالكفر، ترميهم بالمروق من الدين وكذا وكذا، هذا لا مبرر له أصلا ولا يسمح به الدين، لا يسمح به الدين مطلقا، لا يسمح به الوجدان أيضا. إذن نقول قسم من المسلمين في عصر من العصور المتقدمة أيام المعتصم المأمون المعتمد، هذول مهم من خلفاء بني العباس، في عصور هؤلاء صارت محنة كبيرة، فصار أحدهم يكفر الآخر، وصارت ترد شهادة الشاهد، يعني بعبارة أخرى يأتي الشاهد إلى المحكمة ليشهد لصالح قضية مدعي أو مدعى عليه، فأول شيء يسأله أنت من القائلين بخلق القرآن أو من القائلين بقدمه، فإذا كانت الحكومة ممن تقول بقدم القرآن أو القاضي كان ممن يقول بخدم القرآن، ها يعاقب هذا الذي يقول بحدوثه ولا يقبل شهادته، وبالعكس إذا كان ممن يقول بحدوث القرآن يعاقب القائل بقدم القرآن
ولا يقبل شهادته، وهذا حصل في كثير من أدوار التاريخ. نعم، كانوا يختبروهم ويمتحنوهم، وصار ضرب وصار قتل وصار جلد وصار تكفير، وتردوا هذه الشهادة وصارت مرسوم، قولتنا مرسوم جمهوري يعمم على جميع المحاكم وعلى القضاة وما شكل ذلك. قبل أن نشير إلى تفاصيل هذه النزاعات والمناقشات والأشياء اللي جرت في أذهانهم والظروف اللي أخاطر بالقصة، اللي هي في الحقيقة قلت لكم أنه يعبر عنها بمهنة خلق القرآن، لنرى رأي الإمامية في ذلك. رأي الإمامية يتلخص في أن القرآن كلام الله، والكلام صفة فعل لا صفة ذات. ونرجع قليلا إلى الوراء إلى بحث العقائد والتوحيد وصفات الله تبارك وتعالى، لنقول أن الصفات تنقسم إلى مجموعتين، صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات تكون عين الذات وليست خارجة من الذات، وهي العلم والقدرة والأمور التي ترتبط بهما. العلم والقدرة وما شاكل ذلك إنما هي من القيومية، إنما هي من صفات الذات، فإذا لا تخلو الذات الإلهية من أي كمال علمي ومن أي شيء، لا في مرتبة الذات ولا في مرتبة الأشياء، وناقشنا هذا بالتفصيل هنا، وقلنا أن الصفات الذاتية إنما هي عين الذات. أما صفات الفعل فهي خارج عن الذات، تتصف بها الذات الإلهية مرة ولا تتصف مرة أخرى. وقلنا مثال ذلك الخلق، مثال ذلك الرزق، مثال ذلك الإحياء، مثال ذلك الإماتة. نقول إن الله تبارك وتعالى خلق فلانا ولم يخلق فلانا، خلق الشيء الفلاني ولم يخلق الشيء الفلاني، رزق فلانا مالا ولم يرزق فلانا مالا، رزق فلان ولدا ولم يرزق أخاه ولدا، وكذلك الأمثلة الأخرى التي تكلمنا عنها. والكلام قلنا صفة فعل. الله تبارك وتعالى كلم موسى ولم يكلم فرعون، فإذن صفة شنو؟ صفة فعل. بينما صفة الذات لا يمكن أن تسلبها، نقول تستند إلى هذا لا تستند إلى ذاك، تنسب إلى هذا ما تنسب إلى ذاك، لا، تضاف إلى هذا ما تضاف إلى ذاك. الصفة الذاتية لا مجال لهذه التفريقة بشأنها. نقول الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، لا يعزب عنه عن علمه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة. ولكن بالنسبة إلى الخلق نقول خلق فلانا ولم يخلق فلانا، تكلم مع موسى كلم موسى ولم يكلم فرعون إلى آخره. بما أن كان صفة فعل فهي ليست صفة ذات. فإذا المشكلة اللي شغلت بال هؤلاء كيف نربط بين الحادث والقديم، الذات قديمة والحدث هذا كيف، هذه مسألة أصلا غير واردة. كما أن هناك فلاسفة شغلوا بالهم لفترة طويلة أن الله تبارك وتعالى قديم والعالم حادث، كيف نربط بين واجب الوجود الذي هو قديم وبين ممكن الوجود الذي هو حادث، كيف يصدر، شلون يرتبطون؟ زين، وشفنا هذا الإشكال أصلا غير وارد نهائيا، لأن صفات الفعل ليست داخلة في الذات، إنما هي خارج عن الذات. وإذا كان كذلك ما عندك أنت مشكلة، ولا أكو داعي تتعب نفسك في كيفية إيجاد الصلة وربط الحادث بالقديم. ونتيجة لذلك نقول بأن الكلام صفة فعل وليست صفة ذات. جاء أبو الحسن الأشعري ليقدم حل آخر، فقال بشيء اسمه الكلام النفسي، ولعل الأشاعرة استشهدوا بهذا البيت: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان
على الفؤاد أو على الكلام دليلا. فإذا كان هالشكل، إذا كان هالشكل فإذا الكلام النفسي، وحاول أن يحل الموضوع بشكل زين. كيف نقول هالمعنى إلى الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى يناجي نفسه، فهذا الكلام في الحقيقة راح نأخذ في المحاضرة القادمة تفاصيل هذه المسألة، تفاصيل مسألة الكلام وخلق القرآن والفرق التي قالت بهذا والفرق التي خالفت والمحنة كيف صارت، ونذكر محاضر لجلسات امتحان جرت أمام فلان وأمام فلان والسؤال كذا وأجاب كذلك، لنجد التصورات المختلفة حول هذا الموضوع. وأخيرا نشير إلى أن المعالجات أحيانا للمسائل الكلامية كانت معالجات ناقصة ومقتضبة، وإنما سمي علم العقائد علم الكلام، فنجد علم الكلام أو كتب باسم محاضرات في علم الكلام أو مختصر علم الكلام. في الحقيقة لماذا سمي علم العقائد علم الكلام؟ لأن أول بحث عقائدي ضخم كان مثار اختلافات بين الفرق الإسلامية هو كلام الله تبارك وتعالى. فلذلك صار كل بحث تتحدث عن إثبات الخالق، تتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى، تتكلم عن الصفات الثبوتية والصفات السلبية، تتكلم عن العدل، تبحث عن الجبر والتفويض، تبحث عن القضاء والقدر، تتحدث عن النبوة، عن الإمامة، عن المعاد، عن المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، وعن تجسم الأعمال والثواب والعقاب. كل هذه الأمور يسموها علم الكلام، في حين أن المنشأ كان هو البحث عن كلام الله تبارك وتعالى، هل هو حادث أو قديم، والنزاعات التي دارت حول هذا الموضوع. فأهمية البحث إنما جاءت من حيث أن كل العلم إنما سمي بهذا الاسم، ولكن نحن أشرنا إلى هذا الموضوع قليلا في بحث الصفات، ويجب أن نقف وقفة تأملية في بحث النبوة الخاصة، خصوصا عندما نتحدث عن إعجاز القرآن وجهات إعجازه. وأخيرا هذا القرآن هل هو معجزة باقية خالدة أم لا؟ وإذا كان معجزة باقية خالدة فالتحدي كيف يكون؟ وأخيرا نشير إلى أنه مخلوق، بما أن ما عند الله تبارك وتعالى من العلم ومن الإحاطة ومن اللوح المحفوظ شيء، وما يصدر منه باسم الكلام اللي هو صفة فعل شيء آخر. لذلك لا ضير أبدا في أن يكون هذا حادثا، رغم كون الذات الإلهية قديمة أزلية أبدية سرمدية. ولعل في هذا شيء من النصيحة لإخواني الطلبة أيضا، أن لا يصل بهم التعصب لمذهب دون مذهب أو قول دون قول إلى درجة الإصرار والعناد الشديد الذي يؤدي إلى سوء الظن بإخوته من المسلمين الآخرين، وأن يكون الإنسان عنده الجرعة على أنه يكفر هذا ويكفر ذاك. لا، خلي يصير عنده روح الموضوعية العلمية والتحمل، وأخيرا الصبر والأنات والتحلي بالنقد البناء، وهذا أساس من أساسيات إيماننا واعتقادنا والتزامنا بالمنهج الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نكون موضوعيين في مباحثاتنا ومناقشاتنا، وأن يرينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.